الهدف ديال هذه النقابة كاملة هي أن ديك المستخدم يكون في جو جيد، أنه مازال يتطور في ديك الشركة، إذا محتاجين أن ديك الشركة تتطور. وحنا ديما كنا كنقول لهم في جميع المراسلات اللي كانوا بيننا وبين الشركة أننا مستعدين نخدموا في إطار هذه الشراكة متبادلة بيناتنا، ولكن اليوم ما فهمناش كيفاش وصلنا لهذا الشيء. درنا هذه الندوة الصحفية في إطار النضال اللي غادا فيه النقابة ديالنا، واللي اليوم تتعرض إلى مجموعة من الطرق التعسفية لعدة أعضاء منا، واللي تحارب من طرف الشركة اللي اليوم لا تعترف لا بمنظومات الشغل لا بقوانين. وإن شاء الله غادي نشوفوا هاد التفاصيل كاملة ديال الطرق التعسفية كي كانوا، تعامل ديال الشركة مع النقابة والتعامل ديالها مع المستخدمين في إطار تعسف كامل لمدونة الشغل. في المكتب النقابي كاينين ثلاثة، كاين الكاتب العام وجوج إخوان معنا تاهم، الجوج منهم من هاد الثلاثة اللي يحملون أيضا الصفة ديال مندوبي الأجراء. هي إلا جينا نهضر على هاد الثلاثة بعدا ديال الطرود اللي وقعوا، فهو أول حاجة وقعات باش وصلنا لها الطرودات هي أن كنا درنا في السبورة النقابية واحد المنشور ديالنا اللي هو عبارة عن نص قانوني البند 262 ديال مدونة الشغل. فإذا بالشركة لغد لي كنتفاجئوا أنها نزعات المنشور ديالنا وبدلات القفل ديال السبورة النقابية، فحطينا شكوى عند مفتشية الشغل. لغد لي كنتوصل أنا بالليل بقرار طرد تعسفي، لأن ما كاين حتى سبب، لأن في نفس الوقت أنا مندوب نقابي ولكن مندوب تاع الأجراء، وكاينه مسطره قانونيه اللي كتمنع منهم ان يطردوا، خاصهم يدوزوا من مفتشيه الشغل، الشيء الذي لم يتم نهائيا. من بعد فاش درنا الجلسه الاولى اوليه مع مفتشيه الشغل، شرح لهم المسطره، قال لهم بان هذا الطرد غير طرد تعسفي، وطلب منهم انهم يحاولوا يتداركوا هذا الشيء ويتراجعوا على القرار، وخلى لهم شويه الوقت، وشرح لهم بان الصبوره النقابيه حق من الحقوق من جميع النقابات، وبان خاصهم يردوا هنا. عاوتاني تفاجئنا لغد لي ديال هذه الجلسه انهم طردوا جوج ديال الاخوان عاوتاني ديالنا بدون سبب مرتين اخرى، وجاو عاوتاني مفشي الشغل، ولحد الان يصرون انهم ما باغينش يتراجعوا على هذه القرارات، وانهم يعرفون انهم يخرقون القانون، انهم ما تبعوش المسطره.